قرض من بنك الإسكندرية يصل لمليون ونص لأصحاب المعاشات. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد مع تفاصيل الخبر. يقدم بنك الإسكندرية باقة متنوعة من القروض الشخصية، منها القرض الشخصي لأصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى 1,500,000 جنيه، وفترة السداد تصل إلى 8 سنين بمعدل فايدة 14.5% فايدة متناقصة. التفاصيل: قيمة القرض من 5,000 جنيه ويصل إلى 1,500,000 جنيه مصري، فترة السداد تصل إلى 8 سنوات، الفايدة الثابتة 14.5% متناقصة متغيرة 10.25% زائد 3.75، تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض. يمكنك الاختيار بين أسعار عائد متغيرة وأسعار ثابتة. الشروط: السن لا يزيد عن 65 سنة، الحد الأدنى للمعاش 1,000 جنيه، يشترط تحويل المعاش للبنك. المستندات المطلوبة: بطاقة رقم قومي تكون سارية، وتعهد بتحويل المعاش للبنك، وفاتورة مرافق حديثة لا تتعدى عليها 3 أشهر من تاريخ إصدارها. أتمنى أن أكون قدرت أفيدكم بالفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الاشتراك واللايك ليصلك كل جديد.